اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم هنا الجمهوريه الجديده. هنتكلم النهارده عن الجمهوريه الجديده في ظل زياده الاسعار في الاونه الاخيره في المواد الخام. اثر ده ازاي على السوق العقاري، على الشركه وعلى المطور نفسه وعلى المسوق العقاري وعلى العميل كمان اللي عايز يدخل يستثمر في وحده. بس معانا النهارده في ضيافتنا الدكتور ابراهيم عبد الدايم رئيس مجلس اداره شركه اتش ام دي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. واستاذ سامح عمر مدير اداره التسويق بالشركه. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيكم في الجمهوريه الجديده. اهلا بيك. اهلا وسهلا. دكتور ابراهيم، عايزين نتكلم عن زياده الاسعار للمواد الخام وازاي ده اثر على السوق العقاري بشكل عام. اولا انا بشكركم جدا على استضافتكم، بشكر قناه النهار وبرنامج الجمهوريه الجديده وعلى راسه الدكتوره منى لاهتمامها بالسوق العقاري المصري اللي هو يعتبر قاطره اقتصاد مصر، هو القطاع العقاري المصري. اشكرك. طبعا يعني احنا في بطبعي بفضل الله سبحانه وتعالى متفائل دائما، وان شاء الله بامر الله في صحيح متغيرات حصلت في العالم كله اثرت سلبا على مصر، ولكن لو احنا بصينا للتاريخ قبل كده حصلت برضو ازمات سابقه في 2008 2009 الفاينانشال كرايسيس، وكانت جايه من خارج مصر، والحمد لله عدت على مصر بخير وسلام، ومصر ما تاثرتش بيها يمكن على عكس دول العالم، لان كان ارتباط مصر بيها من الناحيه الماليه، كانت مصر الحمد لله عدت الازمه دي على خير على مصر كتير بفضل الله سبحانه ما تاثرش بيها. برضه السيتويشن حصل معانا في 2015 2016 بالنسبه برضه لموضوع الجنيه والدولار، والحمد لله برضه العالمين الازمه عدت على خير بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله كان في برضه قرارات كويسه من المسؤولين ساعدت انها الازمه تعدي على خير. احنا فعلا في الوقت الحالي فعلا في تعتبر ازمه ثالثه، وهي ازمه ثالثه على مستوى العالم، وبرضه لازم مصر اتأثرت بيها سلبا. فاحنا من اسبوع او اسبوعين زادت اسعار الرو ماتيريالز كلها، اذا كان اسمنت او حديد وطفر معظم مكونات البناء، واللي هو زاد مثلا ما بين 30 ل 40% كزياده اسعار. وده احنا قلناه لما كنا في مقر شركه اتش ام دي الاسبوع الماضي، وقلنا ان خلاص يعني زادت 40%. بتهيألي الاسبوع ده مع زياده طبعا سعر الدولار. صحيح. سعر زاد شويه. صحيح. وبقى راح مكمله معاها ان زياده سعر الدولار، وطبعا سعر الدولار برضو اعتقد انه خارج عن اراده الدوله في انه زاد، لان زادت اسعار النفط على مستوى العالم، زادت حاجات كتير جدا في المخرجات الانتاج نفسها كلها زادت، فده اللي اثر بالسلب على واضطرت الحكومه انها تخفض الجنيه ويزيد الدولار. بس انا عندنا ثقه في اداره الازمه، في كل الازمات لازم كل حد بيشتغل في البيزنس وفي الاقتصاد وفي في كل القطاعات لازم يكون عنده حاجه اسمها اداره ازمه، واكيد البلد هنا الحمد لله في المسؤولين عندهم من الحكمه ان هم يكون عندهم اداره الازمه، وهتعدي برضو انا واثق في الله سبحانه وتعالى ثم في الاداره انها هتعدي على خير ان شاء الله بامر الله. طيب نقول نمسكها واحده واحده. يعني نبتدي بالدوله، ايه المطلوب من الدوله؟ الدولة مطلوب منها تراعي حاجات معينة، وهم أكيد أحرص مننا في أن نمسك دلوقتي الرو ماتيريالز زي مثلا زي الأسمنت، زي ما قلناها ممكن في الحلقة اللي فاتت، الدولة تنظر للطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت. مصر الحمد لله مكتفية في إنتاج الأسمنت، ما بنستوردوش، بس الطاقة الإنتاجية كانت قلت عشان كورونا، فدلوقتي محتاج قرارات إن احنا نرجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت اللي من خلالها جاست الديسيجن ده لو اتاخد اللي هو هيقلل فعلا سعر الاسمنت، هيقل مش اقل من 30 40% ان شاء الله، وده عامل مشجع للعمران والعقار والشركات المطوره تقدر تستمر. طيب ايه تاني؟ في عندنا الحديد. الحديد برضه الدوله اضطرت في وقت من الاوقات انها ترفع رسوم اغراق يمكن حوالي 25% علشان تحمي الصناعه المصريه، وده حاجه جميله، والحمد لله برضه احنا تقريبا شبه مكتفين برضه من انتاج الحديد، يمكن جاست بنستورد حوالي 3.5 مليون طن من البليت ده فقط. احنا ممكن الدوله انها تنظر لرسوم الاغراق انها تقلله شويه، مش بشجعش على الاستيراد، لا بالعكس، انا دائما الحمد لله مصر مكتفيه، بس دي هتاثر في ايه؟ منتج الحديد لما هيلاقي رسوم الاغراق قلت هيبتدي يقلل السعر.
طيب الساعه ده مش منتج الحديد بس عن طريق رسوم الغلاق ان هو يقدر ينزله بقرارات من الدوله برضه؟ معلش بناشد بعض التجار، معظم التجار شرفاء لكن في بعض التجار عندهم جشع بيستغلوا الازمه. جشع بينسب مصلحه بلده وبيبص لمصلحته الانيه دي بعتبرها انانيه. في بعض التجار مخزنين حديد، وللاسف ده انا شفت الحمد لله في حملات طلعت من الدوله على بعض معظم محترم بصراحه، ولكن بعضهم بيخزن علشان يبيع بسعر عالي. في بعضهم النهارده بينفذ مثلا ب 17.5، في بعضهم بينفذ ب 21. الديفرنس ده ليه؟ في نقطه جشع برضه الدوله تقدر تتحكم في هذه النقطه وتقدر الحمد لله تظبط الاسعار من ناحيه رسوم الاغراق، من ناحيه الطاقه الانتاجيه للاسمنت، من ناحيه التحكم في جشع بعض التجار. والدولة أكيد حريصة أكتر مننا على استمرار قطاع العقار اللي هو تقريبا في حوالي 40 مليون مصري شغالين على قطاع العقار. تتوقع إيه اللي ممكن يحصل مع المطورين لو ما الأزمة دي ما عدتش بسرعة؟ شوف سيناريو كده وقوله لي بالإيجاب أو بالسلب، يعني لو اتصلحت الأزمة بسرعة إيه اللي هيحصل؟ ولو ده ما حصلش ممكن يأثر إزاي على المطورين اللي في السوق العقاري اللي عايزين يبنوا في المدن الجديدة اللي محتاجين الرو ماتيريال دي عشان يبنوا؟ طبعا أنا واثق إن شاء الله بأمر الله متفائل خير دايما، إن شاء الله هتعدي الأزمة وهيبقى في قرارات سديدة من الدولة إنها تساعد المطورين إن هم يبنوا ويكملوا المشروعات، وخاصة مشروع العاصمة الإدارية اللي هو المشروع الأول للدولة اللي إحنا عملنا كلنا 4-5 سنين بكتير نلاقي كل المشروعات دي قائمة. بس إزاي المطور هيعرف يبني وهو زاد عليه الاسعار 40 إلى 50%؟ هو كان عامل فيسيبيليتي ستادي دراسه الجدوى بتاعته على الحديد مثلا سي ب 12,000 13,000، طب النهارده 21,000، ففي انكريز حوالي 50%. طب ال 50% ده هيعوضهم ازاي؟ لازم هيزود الاسعار، هيعلي على العميل ولا هيقلل الكواليتي؟ وده طبعا لا، يعني احنا ما بنشجعش طبعا الناس تعمل كده، ولكن انا بقول الحلول اللي هتبقى قدام الواحد او يتحمل التكلفه ويغير بقى السعر بتاع الوحدات بتاعته. هو حضرتك لازم كل المطورين بدون استثناء لازم يعمل اللي هي إدارة الأزمة، ريسك مانجمنت في شركته، إن أنا أجي دلوقتي أبص أعمل إعادة ريفايزد في سبيل ستادي، أنا كنت عامل ستادي بتاعتي أنا هكلف مثلا 100 جنيه، طب النهارده هكلف 140، يبقى لازم أعمل إعادة دراسة جدوى، فبالتالي لازم هيزيد السعر غصب عنه لأن المدخلات البناء الرو ماتيريالز كلها زادت، فلازم يعيد دراسة جدوى بتاعته علشان يقدر يكمل ويقدر يبني. حتى طب في بعض الناس باعت باسعار مثلا قليله قبل مع دراسه الجدوى القديمه، في حاجه اسمها متوسط سعر في دراسات الجدوى ريفايزد جدوى، يعمل متوسط سعر بحيث ان هو يقدر يعدي بالازمه دي. فانا بناشد كل المطورين لمصلحتهم اعمل اعاده دراسه الجدوى بتاعتك، علشان احنا كلنا في الناس مطورين كلهم، انا عضو في جمعيه اتحاد مطوري القاهره الجديده والعاصمه الاداريه، كلهم ناس محترمه وقلبهم على بلدهم وعاوزين يبنوا، بس محتاجين هم يبصوا لموضوع دراسه الجدوى دي يعدوها. نقطه تانية برضو احنا محتاجينها من شركة العاصمة الإدارية، واحنا بنحيي شركة إدارة شركة العاصمة الإدارية إذا كان اللي هو زكي عبد الدين في إنه اجتماعات دورية مع الجمعية وبيتسمعهم بيتفهم لهم، فاحنا محتاجين برضه من زي ما محتاجين من الدولة بعض الحاجات تتدخل من شركة العاصمة الإدارية، حاجات مهمة جدا جدا. احنا دلوقتي مش في رفاهية إن لا المطور مضغوط جدا. طب انا عاوز المطور ده يبني لأن عاوز أشوف العاصمة الإدارية بعد 4-5 سنين، طب هو دلوقتي عنده ضغط أسعار، طب ما بقاش مضغوط من الاسعار ومضغوط من الاقساط، ما بقاش مضغوط من الاسعار ويبقى مضغوط من مده التنفيذ، ما بقاش مضغوط من الاسعار ويبقى مضغوط من يعني بتطلب من بيكون في فلكسبيليتي في عدد سنوات التقسيط بالظبط كده. فتنظر شركه العاصمه الاداريه في عدد سنوات تقسيط الارض ممكن تمدها 2-3 سنين لمده التنفيذ. برضه في حاجه دخلت علينا جديده اللي هو من 1/6 بقى في حاجه اسمها الكود الجديد للجراشات. الكود الجديد للجراشات ده بقى كوستلي جدا على المطور، فيمكن التطور الواحد ممكن يكلفه بمعنى كود. كان في كود مساحه مثلا معينه، المساحه دي سي 100 متر بيبقى لها مثلا 2 باركينج أو 3 باركينج أو 4 باركينج، فلا زادت لوصلت ل 100 متر احيانا في اللي 5 باركينج، فنرجع للكود القديم عشان ما يضطرش المطور محتاج يعمل بيزمنت اكتر من 3 يعني اكتر من اللازم، ده هيشكل عليه عبء مادي غير عادي اللي هو فعلا يعني البيزمنت الواحد بيكلف ملايين.
طيب لا نرجع للكود القديم، فاحنا كل بنناشد شركه العاصمه الاداريه اتمنى يبصوا لحته الكود القديم لمده التنفيذ، مده الاقساط يطولوها شويه عشان المطور دي اصل هو مضغوط، يعني انا لازم اديله تسهيلات فاسيلتيز لان هو ضد كفايه عليه ضغطة ذات الاسعار الحديد والاسمنت المفاجئ وطبعا معاه الالومتال، وفي كمان مكون في العاصمه الاداريه ماهوش موجود، انا باني تاور زي قبل كده، انا باني حوالي 7 ابراج قبل كده، بس ده مباني العاديه مفيش الكتروميكانيكال. الكتروميكانيكال ده بيشكل من 45 الى 50% من الكوست التاور، ده كمان زاد حوالي 40 50% مكوناته، ففعلا في محتاجين تحالف كامل من جميع الخمسة اللي هم بيشتركوا في القطاع العقاري، ان هم يبصوا لبلدهم اولا ويبصوا الازمة انا اعمل ايه فاسيلتيز او فليكسيبيليتي علشان المطور ده يبني. معظم المطورين محترمين وعاوزين يكمل، بس هو واحد خلاص زاد عليه 40% هيعمل ايه؟ محتاج طبعا دراسة جدوى تتعمل، دعم الدولة، دعم شركة العاصمة، برضو الاخوه المسوقي البروكرز اللي هم شركاء النجاح المحترمين، معظمهم ناس محترمه ان لم يكن كلهم، برضو بنصحهم في الازمه دي، حاول برضو تبص مصلحه بلدك اكتر، مصلحه العميل بتاعك، شوف وجهه للشركه اللي بنت وسلمت قبل كده، وجهه للكواليتي العاليه، وجهه ان دي هتبقى تدي مواصفات للشركه اللي ليها حتى ملاءه ماليه، لما صحيح. يكون في ازمه زي دي تقدر تبني، ما تستناش الفلوس اللي العميل هيدفعها عشان تبني. بالظبط كده، عند حضرتك حق، فما يخليش برضو البرايس فاكتور هو الريفرنس بتاعه في توجيه العميل، لا اوجه العميل لشركه بانت وسلمت مثلا زي اتش ام دي، الحريه، معالم، لهم تاريخ كبير وفي شركات تانية محترمه. وبنصح برضو العميل، انا دلوقتي النهارده انت في الوقت الحالي في حياتك اليوميه، هل المستلزمات بيتك مش زادت اسعارها؟ شيء طبيعي غصب عنه التاجر زادت عليه الاسعار فبيزود. طب انا كعميل بتنصحني بايه؟ اشتري دلوقتي ولا استنى الاسعار لما تقل؟ وده سؤال احنا سالناه الاسبوع الماضي لما كنا في الجوله في المقر، وحضرتك قلت لي لا لازم اشتري دلوقتي لان العقار ما بيخسرش، دايما في زياده في الاسعار. صحيح. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اشتري ولا استنى شويه يمكن يقل؟ يعني في بقى اقاويل يقول لك ممكن الدولار ينزل فالاسعار تنزل، طب ممكن يعلى اكتر، انت يعني تنصحني بايه؟ برضه نفس اللي نصحت حضرتك بيه قبل كده، في الوقف دائما في الازمات الملجا الامن للفلوس او لراس المال هو العقار. هو فعلا ما بقولهاش عشان احنا شغالين في الريال استيت، انا يمكن انا دكتور صيدلي في ميديكال كارير برضه، ولكن انا هنا في الريال استيت في مصر لا بقول له انت الملجا الامن لك هو العقار. النهارده انا ما بنصحش اي حد يخزن دولار، تخزن دولار ده انت بتضر بلدك بدون ما تقصد، يعني انا ده مش سلعه استثماريه، ده مش حاجه اسمها ان انا ولا ان انا هستفيد بيها ابدا، اشتري عقار، العقار عمره هو يمرض ولا يموت. دائما واحسن الواحد ممكن يكسب في العقار اكتر بقى ما يخزن دولار، اكتر ما يروح يعمل بيزنس في اي قطاع تاني. طبعا العقار بيكسب اكتر. طبعا كرنك العقار هو نمبر 1 كاستثمار وامن استثمار. انا النهارده دلوقتي لو معايا سي 100,000 جنيه، طب انا ال 100,000 جنيه اروح احطهم في سي في البنك ولا اروح اشتري بيهم دولار ولا اروح اعمل ايه ولا اشتري بيهم اهم حاجه اروح لشركه ليها سابقة أعمال. صحيح. شركة ليها مصداقية في السوق العقاري المصري والعالمي زي اتش ام دي، ومش بجاملكم عشان انتوا في ضيافتي، ولكن من الشركات الكبيرة من أكبر 10 شركات في العاصمة شركة اتش ام دي. ليه؟ عشان عندها شركات أصلا عقارية كانت خارج العاصمة ومنفذة مشاريع كتير جدا ويمكن كمان في الوطن العربي كمان. صحيح يعني الحمد لله رب العالمين ثابت عملنا تشهد لنا، وممكن احنا العملاء فعلا بيروح الاول بيلف بنعمله تور ان هو يشوف سابقة الاعمال اذا كان حضية او معالم ويشوف اماكنها برايم لوكيشن، جودة، التزام، مصداقية، دي حاجات بتبقى مهمة جدا. الحمد لله عندنا ادارة ازمات اللي هي من خلالها بنعمل ريزنبل برايس اللي هو برضه لا احنا عاوزين نزود الاسعار قوي تبقى فوق طاقه العملاء، ولا في نفس الوقت ان احنا نقول لو برايس. طب لو برايس ما انت كده مش هتبني، يعني معلش يعني ما يعني لازم الناس تبص ما تجريش على السعر القليل، تشوف السعر المناسب لمين الشركه المحترمه. فكرت في العميل يا دكتور وحضرتك بتعمل اعاده تاني تسعيره للوحدات، فكرت في العميل؟ طبعا هو العميل اساسي، هو الاساس معلش هو المحرك الرئيسي
ليه؟ قطاع العقاري مفيش عميل، مفيش بنى، مفيش تطوير، مفيش نهضه عقاريه تتم. العميل هو الاساس في نظرتنا للعميل. كلمني عن نسبه زياده الاسعار، كانت كبيره ولا معقوله؟ والله لا، احنا لو احنا هنزود الاسعار على قد زياده الخامات اللي عندنا لا هتبقى نسبه عاليه. احنا ضحينا، انا بتكلم شركه اتش ام دي، ضحينا بجزء كبير من البروفيت بتاعنا علشان الازمه، ننقذ ذاتنا. احنا جميل في ازمه. جميل قوي ان حضرتك يعني مش تضحي، تستغنى عن جزء من هامش الربح عشان بس يعني تكسب العميل بتاعك او تقدم له خدمه افضل. وفي نفس الوقت انا املي ان احنا 4-5 سنين اشوف العاصمه الاداريه دي، المشروع الرائع الجميل ده، يبقى على ارض الواقع ونفتخر بيه كلنا. بس هو احنا في ازمه، محتاجين يعني نقول تكاتف كوبريشنز من كل جهات الدوله، شركه العاصمه، المطور، البروكرز، الكاستمر، العميل نفسه، كل دول ينكر ذاته ويبقى عنده انسيست ان انا لا ان شاء الله هبني وهطور وهبني، بس انا محتاج سبورت. يعني انا مش هعرف اعمل كده وزود سبورت. فانا واثقين في قياده الدوله، في قياده العاصمه الاداريه، في برضو كل شركاء النجاح البروكرز، والعميل يبقى متفهم وفاهم يعني ايه الشركه لها ثبت اعمال ولها جوده عاليه، وما بصش والله ده فيه ده حاجه السعر رخيص. طب انت تخيل بقى لو انت كنت من قبل الازمه وزادت الاسعار، واحد بيبيع ب 10 وبعد ما زادت الاسعار 40% روما تيريال بيبيع ب 8. لا وزل ودنه بيبيع ب 10. طب ال 40 50% دي هيعوضها ازاي؟ هاو؟ الا اذا يعني نو كومنت. انا واثقه في مصر انها دايما عندها اداره حكيمه لحل الازمات. صحيح. اللي يخلينا نعدي بجائحه كورونا، في ظل جائحه كورونا مصر كانت ثابته، في ظل جائحه كورونا المؤثره على العالم كله مصر كانت بتبني وبتفتح شبكات طرق كبيره جدا. ده انا عاوز اضيف لحضرتك حاجه، في يمكن بلدين ثلاثه في اثناء ازمه كورونا الوحيدين اللي عملوا بوست اوف جروس في الايكونوميك سيتويشن بتاعها، في الاقتصاد بتاعها. مصر كانت احد الدول القليله دي عامله 2.6 جروس، في العالم كله كان ماينس. مصر الحمد لله في ازمه كورونا، لان في الحمد لله في مسؤولين، في قياده حكيمه، في بياخدوا قرارات. احنا خدنا جائزه مركز اول على مستوى هيئه المجتمعات العمرانيه في المستوطنات العمرانيه من 106 دوله. صح، ما شاء الله عليك. صحيح. والفيجن اللي موجوده ان احنا نتحول من 7% مقيمين كلنا، 104 مليون على 7% من مساحه مصر، انها تبقى 14%، يعني الدبل اريا. لا دي هيبقى انجاز رائع ان شاء الله بامر الله. هنتكاتف وهتعدي الازمه على مصر بخير زي ما عدت قبل كده، وانا واثق في الله سبحانه وتعالى، ثم في الاداره، ثم في الشعب الطيب. شعب مصر شعب طيب، وان شاء الله بامر الله تعدي الازمه علينا كلنا. اللهم امين. وعلى العالم كله. اللهم امين. وكمان 4 سنين نشوف العاصمه مدينه كامله متكامله على ارض الواقع ان شاء الله.